كله زي ما بيقول كده مطريها، ما حدش مدينا اي حس خالص، كله كايه قالوا يلهي الشعب في حاجه قبل 30/6 عشان الشعب ما ينزلش، عشان ما يعرفش ان في تخريب في الموازنه العامه وينزل. فقالوا ان هم يلغوا الشعب ملوش حاجه غير الثانويه العامه، ولا في كوره ولا في نيله. ما إلهاء الشعب عن 30/6، لأن هم السيسي عارف إن هيبقى في عجز في الموازنة العامة. مالهاش إيه الحل؟ ما برضه النهاردة عاد الامتحان، رغم إن الامتحان النهاردة ما كانش متصرف، كان نازل امتحان قديم ومش هو اللي جه. ولا كان ليها أي لازمة خالص. مكملين؟ طب ما هو الأول ما كانوش مستمعين لصورة 25 إن هم يشيلوا مباراة، بس كملوا وشالوه، إحنا مش هنيأس بإذن الله.